تحدثنا كثيرا عن المرايا، خاصة مرايا القطع المكافئ التي تعكس الضوء. الآن سنتحدث عن العدسات لينسز. سنتحدث عن ما هي العدسة وكيف تنقل وتكسر الضوء. إذن العدسة البسيطة مصنوعة من الزجاج أو أي شيء آخر، وهنا سأركز على العدسات المحدبة أولا. إذا تذكر، مقعرة تعني أنها مفتوحة للداخل مثل التجويف، أما المحدبة فتعني أنها مفتوحة للخارج. إذا العدسات المحدبة سوف تكون متماثلة، سأرسمها هنا. إذا جانب واحد من العدسة سوف يبدو هكذا، ويمكنك مشاهدة هذا النوع منها. في أغلب الأحيان تكون العدسات البسيطة مصنوعة بهذا الشكل. إذا هذا سطح كروي، جزء من سطح كروي أو نصف كروي، لنحاول رسمه بطريقة أفضل. إذا جزء من السطح هو تقريبا كروي أو نصف كروي، وأيضا متماثل وله مركز هنا بهذا الشكل. هذا هو خط المركز، ومن ثم سيكون هناك سطح آخر كروي أيضا أو نصف كروي. سأبذل جهدي في رسم العدسة المحدبة بهذا الشكل. حسنا، هذا عمل جيد. لنعمل نسخ ولصق لها من أجل استخدامها في المستقبل. لقد نسختها. لنفكر ماذا يمكن أن يحدث إذا صار الضوء من خلال العدسة المحدبة. سينتقل من خلالها، ربما يتشعب أو ينحرف. إذا نفترض أنه يوجد هواء هنا، وهذا زجاج، شيء له معامل انكسار أكبر بحيث ينتقل الضوء بشكل أبطأ. يمكن أن نتخيل أن بعض الضوء سيسير موازي للمحور الرئيسي للعدسة. هذا سيكون المحور الرئيسي للعدسة هنا، كما هو الحال في المحور الرئيسي للمرايا التي على شكل القطع المكافئ. لكن إذا تخيلت أن الضوء سيسير موازي لذلك في اللحظة التي سيصطدم في هذا السطح هنا، تذكر أن العمودي، الخط العمودي على هذه النقطة سيبدو هكذا لأن العدسة عمليا منحنية. وأيضا تذكر أنه يسير أسرع في الخارج، لذلك الجانب الأيمن سيبقى في الخارج لفترة أطول قبل وصول الشعاع. أو بمعنى آخر، فإن الجانب العلوي من الضوء، وإذا كان بإمكانك تشبيه ذلك قياسا بالسيارة بحيث أن العجلة العليا أطول قليلا من العجلة السفلى، إذا سرنا في اتجاه الضوء الجانب الأيسر من السيارة، لنتخيل السيارة، هذه هي السيارة، هناك العجلات اليسرى وهنا العجلات اليمنى. العجلات السفلى سيتحرك بشكل أسرع لمدة أطول وهكذا. إذن هذا الخط العمودي مرة أخرى إذن سينكسر في الأسفل قليلا بهذا الشكل، بهذا الشكل هكذا. وعندما سيصل إلى هذه الواجهة، الآن مفروض أنه سيتحرك في وسط أسرع داخل الهواء مرة أخرى. لنرسم الخط العمودي هنا، سيبدو هكذا. ويمكن أن تتصور أن الجانب الأيسر من الشعاع سيخرج أولا، وبما أن الجانب الأيسر من الشعاع أو الجانب الأيسر من هذه العجلات ستخرج أولا، أو أن العجلة العليا ستخرج أولا، إذن سوف تسير بشكل أسرع، وهكذا ستنكسر العجلات أكثر للأسفل، وسيبدو هكذا. إذن سيبدو هكذا، وأيضا بالنسبة لشعاع الضوء.
سيبدو أيضا هكذا. والآن هناك نقطة هنا في مكان، بحيث في أي لحظة يسير فيه أي شعاع يكون موازي للمحور الرئيسي في العدسة. عندما سينكسر من خلال العدسة إلى نفس تلك النقطة، إذن هنا سينكسر قليلا هكذا، إذن وسينكسر إلى هنا وسيسير إلى نفس النقطة على هذا المستوى. حسنا، شعاع موازي آخر سينكسر قليلا هنا ثم ينكسر أكثر ويسير إلى نفس النقطة. وبإمكانك أن تخمن ماذا سنسمي هذه النقطة. يجب رسم الخطوط بشكل مستقيم أكثر، منكسرة قليلا ثم تنكسر أكثر ثم يسير بشكل مستقيم إلى هذه النقطة. هنا حيث كل الأشعة متوازية، أحيانا يطلق عليها اسم أشعة موازية لأنها تكون تقريبا متوازية، كلها تتلاقى وتتجمع عند نقطة على الجانب الآخر من العدسة. مهم أن تتجمع كل الأشعة عند تلك النقطة، وهنا يمكن اعتبارها كمركز العدسة. أو تستطيع إظهار هذا البعد من العدسة إلى النقطة، إلى هذه النقطة، على أنه البعد البؤري. الآن هذه العدسة متماثلة تماماً، بحيث أن أي شيء تقوم به من جانب واحد سيتجمع في النهاية إلى نقطة في الجانب الآخر. إذا كان هناك أشعة متوازية تأتي من الجانب الأيمن، وسيحدث نفس الشيء في الجانب الآخر، الشعاع سيسير هكذا وسينكسر قليلا ويسير إلى هذه النقطة، سيسير إلى هذه النقطة هنا. عمليا لدينا بؤرتين للعدسة، النقطتين، بحيث إذا كان لدينا أشعة متوازية تأتي من جانب واحد سيتمركز في نقطة على الجانب الآخر، وإذا كان هناك أشعة موازية تأتي من الجانب الأيسر ستتجمع في المركز على الجانب الأيمن. وهذا يحدث أيضا في الجانب الآخر. لنرسم عدسة أخرى. عند التعامل مع العدسات هناك شيء يجب افتراضه كنوع من التبسيط يدعى بفرضية العدسة الرقيقة. هناك اختلاف في المسافة التي يسير بها تعتمد على المسافة التي يسير بها الضوء في العدسة. مثلا هنا هناك مسافة أقل من ما هي هنا، وأيضا هنا سنقوم بنفس الشيء وسنتجاهل الاختلاف في المسافة، لأنه سوف يقودنا إلى اختلاف في كيفية انكسار الضوء وانتقاله. وكل هذا هنا يسير بمسافة أقل منه مما هي هناك، إذا سنتجاهل هذه الاختلافات وسنطبق نظرية العدسة الرقيقة. عند استخدام فرضية العدسة الرقيقة لنفكر ماذا سيحدث للضوء. وفي الأمثلة التالية هناك خطوتين لا داعي للقلق بشأنهما، بل سأقول انظر بشكل عام، سينكسر الضوء في ذلك الاتجاه عندما يخرج من العدسة. إذا لنرسم عدسة بسيطة هنا. إنها متماثلة ولها نقطتين بؤرتين، واحدة في هذا الجانب. إذن تلك هي نقطة البؤرة، وهنا لديها نقطة بؤرية أخرى بنفس البعد على الجانب الآخر. إذن العدسة متماثلة، لنفكر ماذا ستفعل هذه العدسة لصور الأجسام المختلفة. لنرسم المحور الرئيسي مرة أخرى.
كلتا النقطتين البؤريتين تقعان على المحور الرئيسي. الآن لنثبت الجسم هنا خلف البعد البؤري. ماذا سيحدث؟ أولا لنختار أي نقطة على هذا الجسم. لقد انعكس الضوء عن كل نقطة بشكل مبعثر. أود اختيار نقاط بحيث تقوم بشيء متوقع. إذا لنختار نقطة، لنختار الرأس ونأخذ شعاع بحيث هناك شيء متوقع أن يحدث. حسنا، لنأخذ شعاع موازي للمحور الرئيسي. وبعد ذلك لن أرسم هاتان الخطوتين هنا، ومن ثم سيكون هذا الشعاع، ومن ثم ينكسر مرة أخرى خلال نقطة البؤرة على هذا الجانب. سينكسر من خلال هذه بهذا الشكل، ومن ثم يمكن أخذ شعاع آخر من رأس هذا السهم، والذي يسير خلال البؤرة ويصل على جانب العدسة، ومن ثم سينكسر بهذا الشكل، ومن ثم سينكسر مرة أخرى. إذن سيخرج على الجانب الآخر من العدسة بشكل متوازي. وأتمنى أن هذا منطقي بالنسبة لك لأنها معادلة متماثلة نتعامل بها هنا. نتعامل بها هنا شيء يدخل بشكل متوازي على الجانب الأيمن وسيمر من خلال النقطة، ثم يمر خلال النقطة البؤرية وسوف يخرج على الجانب الآخر بهذا الشكل. إذا مهما كان الضوء الذي يخرج بشكل قطري للخارج من على الجانب الآخر، فإنه سيتجمع عند هذه النقطة هنا على الجانب الآخر من العدسة. وأيضا بالنسبة لضوء يسير بشكل مستقيم خلال العدسة، سينتهي به الحال هنا، لن ينكسر على الإطلاق، لكنه سيسير بشكل مستقيم خلال العدسة، وبهذا تتكون الصورة على الجانب الآخر للعدسة، وستبدو بهذا الشكل. إذن في هذا المثال يبدو أنه لدينا صورة حقيقية مقلوبة. صورة حقيقية مقلوبة inverted real image مرة أخرى هي صورة حقيقية لأن الضوء عمليا تجمع عند تلك النقطة. يمكن وضع شاشة هنا لعرض الصورة عليها. في الفيديو التالي سنتدرب على هذه الفكرة لرسم هذه الأشعة لفهم ما هي نوعية الصورة المتكونة اعتمادا على موقع الجسم، سواء كان عند البؤرة خلف البؤرة أو يبعد ضعفين خلف البؤرة أو داخل النقطة البؤرية. وأفضل شيء لعمل هذا هو ممارسة رسم هذه الأشعة وفهم كيف تنكسر.